هلأ مشاهدينا أكيد مكملين، وانتقالاً لفقرتنا الطبية مباشرة. أكيد يا عفاف، تعودنا دايماً ضمن صباحنا يكون في عنا فقرة طبية نحكي فيها عن كثير من المعلومات الطبية والنصائح المهمة بحياتنا. موضوعنا الطبي لليوم رح نحكي عن العين وكيف نحافظ على صحة العين. كلنا بنعرف أنه العين هي عضو حساس بالجسم وبحاجة لكثير من العناية والاهتمام، لأنه ممكن تتعرض لكثير من الأمراض والاضطرابات، ولا سيما هلأ بفصل الصيف نتيجة ارتفاع الحرارة وأشعة الشمس ونتيجة وجود البعض اليوم بالمسابح والبحر، ممكن يتعرضوا للعديد من العوامل اللي فعلا تأثر بشكل سلبي على صحة العين، وأكيد عوامل ثانية. تماما، هذه اليوم في عوامل كثير ممكن تأثر على صحة العين، من الطقس، ممكن تغيير المناخ، الرطوبة الشديدة، أو حتى حرارة الشمس، أو حتى الضوء الزايد، أو حتى مياه المسابح والمياه اللي عم يتعرضوا لها كثير من الأشخاص، بما أنه فترة صيف أو سباحة، وهلا كمان فترة امتحانات خلصت، فكل العالم هلا عم تطلع برا بالشمس، بتغيير الطقس، بالهواء، ممكن بالمية اللي ممكن تسبب لهم حساسية، وكثير ممكن يكون في عادات صحية خاطئة عم يستخدموها هدول الأشخاص وتسبب لهم أمراض بالعين وبالقرنية وكثير مشاكل. اليوم رح ناقشها مع الدكتورة اللي صارت معنا بالاستوديو، بوسينة بدر الدين، الشيخة اختصاصية أمراض العين وجراحتها أيضا. صباح الخير دكتورة، وأهلا وسهلا فيك. خير دكتوريا، اهلا وسهلا فيكي وجودك معنا لليوم. خبرينا بدايه هيك، خلينا نفصل شو هي العادات السيئه او العادات المؤذيه اللي فعلا ممكن تاثر على صحه العين. هلا العين مثل ما تفضلت وحكيت عضو كثير حساس. هلا اذا بدنا نقول انه هي، اذا بنقارنها باي جهاز ثاني، فهي كاميرا دقتها حوالي 576 ميجا بكسل، يعني ما في دقه بكاميرا بروفيشنال قديش تطور العلم جاب هالدقه. بتميز تقريبا 10 مليون لون، فهذا العضو الحساس بده كثير عنايه وكثير اهتمام لنحافظ عليه. منبلش بعاداتنا السيئه بالغذاء السيء اللي ممكن، ما يعني الغذاء كثير مهم بالنسبه للعين. الستريس كثير بياثر على العين، مثل ما تفضلتوا هلا الشمس والطقس، الرطوبه العاليه، الاشعه، تعرض مباشره لاشعه الشمس كمان بياثر على العين. عاداتنا السيئه بالقعده على، هلا دراسه اغلبيتها مثل ما قلت الامتحانات، وقاعدين اغلبيتهم على، صارت دراسه على الشاشات، على اللابتوب، على الموبايل او الكمبيوتر، فقاعدين طول الوقت عليها، كمان هي عاده من العادات السيئه. ما فينا نطلع من دون مكياج، فكمان المكياج له اضراره الجانبيه اللي ممكن تاثر على العين. في كثير عوامل، يعني نحن العين ما عضو معزول، كل شيء عوامل ممكن موجوده حوالينا تاثر فيها. يعني ذكرتي اول شيء موضوع الغذاء وركزتي عليه دكتوره. اليوم ممكن اي حدا يقول لك انه مثلا شو قصه الغذاء بالعين، شو دخل الغذاء بنظري انا او بعيوني، مثل ما بنعرف كمان الجزر يقوي النظر، فخلينا كمان هيك نحكي اكثر للمشاهدين شو في اغذيه ممكن مفيده للعين، وبنفس الوقت ممكن الغذاء يدخل اليوم بخطه العلاج اذا كان في امراض. تمام، في امراض ممكن كثير باساس العلاج هو الغذاء. هلا المعلومه الخاطئه، نحن دائما بيقولوا لك الجزر بيقوي النظر، الجزر هو ما بيقوي النظر، يعني خاطئة الجزر. لا خاطئه هاي المعلومه. هلا الجزر هو مصدر ل، يعني هو بس تقولي له انه كل اكل مفيد ليقوي النظر بيقول لك ايه عم باكل جزر، يعني هذا هو الشيء المهم. بس الحقيقه مو هيك، الجزر هو مصدر لفيتامين اي، وفيتامين اي مهم للعين، بس ما هو مهم يعني بالنظر او بيغير لك انه ضعف النظر او قصر النظر او هذا بيغيرهم، اكيد لا. هو بيدخل بتركيب الدمع، فهو مهم كثير بقصص جفاف العين. بيدخل ايضا بتركيب الاصبغه بالشبكيه، العصي، وهي العصي بتعمل لها دور مهم كثير بالرؤيه الليليه، وهدول حساسات الرؤيه الليليه، فالفيتامين اي مهم بهي القصص. هلا بس الجزر مو هو المصدر الاول او المهم او الكبير بالفيتامين اي، الخضروات مصدر رقم واحد، السبانخ، الجرجير، البقدونس، الشغلات السهلة المتوفرة هي كتير مهم مصدر هام للفيتامين A. ممكن هدول هالترندات طالعين انه بيعملوهم بيحصروهم على الخلاط، بيعملوهم مشروبات خضراء انه للصحه وللمحافظه على البشره، بس هي بنفس الوقت كمان بتعطي المهمه بالبشره ومهمه بالعين. فالبطاطا الحلوه احد المصادر الهامه لفيتامين اي، يعني مو جزر هو الاساس، فيها هذيك المكونات اللي قلتها، الخضروات والبطاطا الحلوه فيها اضعاف مضاعفه من الموجود بالجزر. فهي بالنسبه للغذاء الاساسي. هلا العين بحاجه لمكملات كثير مهمه مشان تشتغل
بطريقه كثير تكون بهالدقه تعطينا وضوح الرؤيه. نحن ما فيك تاخذهم بالغذاء بشكل اساسي، مضطر تاخذهم على شكل مكملات غذائيه. عندنا في حبوب خصوصي بتكون موجود فيها اللوتين، في التيانين، هدول حمود امينيه كثير هامه بدها تكون بتراكيز عاليه تشتغل العين بكثير بامور معينه، ممكن ناخذهم هدول على شكل مكملات كبسولات. في هلا المغنيسيوم، المغنيسيوم كثير عنصر هام بالنسبه للعين، بس مو اي مغنيسيوم، يعني بيقولوا لك انه في انواع كثير للمغنيسيوم، بده يكون مغنيسيوم كليستينات هو المفيد للعين. في عنا اوميجا 3، انه دائما اوميجا 3 مهم لصحه البشره والجلد، والهي مهم كثير لصحه العين، لانه مهم كثير بجفاف العين وامراض الجفاف، هي مرض كثير شائع بالحياه بالمجتمع. في عنا امراض الشيخوخه، اعتلال اللطخه الشيخي الجاف، هذا الحقيقه لهلا انه عم يحاولوا يلاقوا له علاج، بس لهلا العلاجات المتوفره هن مضادات الاكسده اللي هي عباره عن معادن وفيتامينات، عم تكون موجوده باقراص وخصوصي مشان هاي القصه. فالغذاء ومكملات الغذائيه كثير هامه لصحه العين. تمام. يعني بنسمع كثير اليوم انه العصبيه، الستريس، الحاله النفسيه للشخص بتلعب بشكل كثير كبير اليوم بالتاثير على صحه العين، خبرينا اكثر عن صحه هي المعلومه. هلا الستريس يعني حياتنا كلها ستريس، ما شاء الله ما في بتطلع من باب بيتك وانت معصب، بترجع انت معصب، بتنام انت معصب. الستريس هذا بيفرز هرمون اسمه هرمون الكورتيزون، هذا اللي بيعمل صحة بالجسم. بيقول لك الإنسان المعصب ما عم ينزل وزنه، طبعا لأنه هذا الهرمون مرتفع كتير. هذا الهرمون بيأثر على العين الحقيقة، بيعمل أمراض له علاقة مباشرة بأمراض بالعين، ممكن يعملنا نقص رؤية، بنقول له انفصال شبكية مصلي حسي، بيصيب هدول الشخصيات من لهم تايب A، بيكون شاب هيك وذكور أكتر، عندهم شخصية هيك قوية حدة، تلاقيهم على ستريس على أعصابهم عايشين أغلب الوقت، فبيؤدي لانفصال، ارتفع هذا الهرمون بشكل كتير كبير، بيعمل انفصال بالشبكية بمركز النظر، بصير المريض شايف قدامه بقعة سودة ما عم تتحرك، مو هاي الدبانة اللي بتروح وبتجي، لا بقعة ثابتة ما عم تتحرك. هذا أهم يعني الـ الأمراض اللي بيسببها الستريس. الحقيقة هو ما له علاج إلا أنه يخفف الستريس. يعني العلاجات الثانية بعدين بتجي بالحالات المزمنة والشديدة، فنحن بنطلب من المريض أنه يخفف الستريس تبعه، يحاول يكون رايق، أنه هذا المرض حيشفى عفويا مثل ما إجا حيروح، لأنه على الحالة النفسية إجا. في مرض ثاني ممكن يكون المي البيضة، بيقولوا لك زعلة أنه صار عنده مي بيضة، كمان من الأمراض الشائعة. في امراض ثانيه انه ممكن تصير عنا جلطات بالعين، يعني انسداد وريد، انسداد فرع شريان، انسداد فرع وريدي، وخاصه عند الناس اللي عندها سكر وضغط وارتفاع شحوم، فهدول العالم مؤهبين اكثر من عندهم، مثل ما بيقولوا انه زعل والله وصابه مثلا جلطه بدماغه، ممكن كمان تصيبه جلطه بعينه. فهذا الستريس عامل كثير هام بالحقيقه بالعين وبصحه العين وبالرؤيه وبانه نشوف اوضح. لهيك نحن بالعاده انه بس يكون المريض من هذا الشخصيه التايب اللي بكثير معصب، انه طب انه اول شيء التهدئه النفسيه اللي هي المهم، ويحاول معالجه لهالموضوع. ممكن نشجع على الرياضه، المشي، وخاصه النص ساعه هيك يوميا بشكل دائم. ممكن في اعشاب مهدئه، اعشاب طبيه مهدئه، لانه هدول الحالات اللي حكيناها هي بتتعالج اذا عالجت السبب، يعني بده يخفف ستريس شوي لتقدر تعالجي هاي الامراض. اكيد مو هي الرياضه المفيده للعين بشكل مباشر، هي مفيده بتخفيف الستريس. والستريس متى ما نزل الهرمون. معلومه للي ما سمع مزبوط. طيب دكتوره، اليوم بنشوف كثير اشخاص بيعانوا من تغبيش بالرؤيه فجاه بدون ما يكون عندهم اي اعراض ثانيه، او حتى اذا خلينا نقول ما بيكون، اذا للسيدات ما بيكونوا حاطين مكياج او عم يحطوا مكياجات مثلا خالصه مدتها او منا مليحه للعين، ممكن تصير تغبيش بشكل متكرر بس ما في اعراض ثانيه، شو بيكون السبب هون؟ هلا انت عم تحكي عن السيدات اللي عم يستخدموا المكياج ولا بشكل لا عام؟ بشكل عام عنده تشويش غير رؤية. السيدات اللي عم يحطوا مكياج كثير له اسباب، يعني انه غباشه الرؤيه، بس هلا السبب الشائع كثير هيك وله علاقه بالطقس هو جفاف الدمع. يعني جفاف دمع العين، الدمع كثير مهم، هي طبقه بتجلي لنا العين، بتغسلها، فبتخلي الرؤيه واضحه، فهي كثير مهمه باليه الرؤيه، وبتعمل تشويش رؤيه مؤقت، يعني بيروح وبيجي بتلاقي المريض انه عم يحرق عيونه، عم يغمض يفتح، اوكي عم يمشي الحال. هي ممكن احد اسباب التشويش وخاصه بهذا الطقس. ممكن
كان انه يكون عنده هو بالاساس اسوء انكسار، يعني عنده ضعف او نقص او هيك مطنشهم، هو ما عم يعالجهم وفجاه تعبت العين وظهرت اعراض التشويش. مثل ما قلنا ممكن الاسترس يعمل اعتلال شبكيه، انفصال شبكيه مصلي حسي، يعمل تشويش رؤيه. فتشويش رؤيه بشكل عام له كثير اسباب. مثلا هلا القعده الطويله على الشاشات هيدا من العادات السيئه، بتلاقي حامل موبايل وقاعد بهالطريقه، غير رقبته اللي حتنكسر يعني وعموده الفقري اللي بصير عنده مشاكل فيها، كمان العين بتعاني بالموضوع، بصير عندنا احمرار بالعين، بشوش نظره فجاه تلاقيه احمرت عينه، بيقولوا لك انه قعد مدري كم ساعه عيونه حمر ما عم ينشافه، عم تحرقه عينه، عم تدمع، عم شوش نظره. هذا نتيجه يعني تاثير الاشعه تبع الشاشه، هو بيعملنا انه نحن قاعدين عم بحلق بالشاشه طول الوقت، ما بترفع عيننا. طالما ما عم ترفع العين انت ما عم تغسل العين، فهي العين حتنشف، تدخل بقصص جفاف الدمع، وبالتالي انه في عندك هاي الاعراض وتشويش الرؤيه. ممكن السهر كمان، او السهر، التدخين، السهر، قله النوم، التدخين، كل هاي العوامل بتاثر، بتزيد، بتصير العين عندها جفاف وبصير عندها حساسيه. هلا السهر اكثر شيء بالصيف يعني، هو اوقات فانه هدول بنشفوا العين، بتصير العين حساسه لاي شيء، بتلاقيها حمراء، عم تدمع، مشوشه، ما أنا مرتاح المريض بيكون. تمام. خلينا كمان، في يمكن عادات خاطئة كمان بتسبب مشاكل بصحة العين. صبايا اللي بتلجأ بشكل كتير كبير لوضع العدسات إن كان بشكل يومي بحياتهم العادية، يعني مو شرط حصرا بالمناسبات العامة. طيب قد ايه ممكن اليوم هي فعلا تسبب مشاكل بالعين، تسبب التهابات في حال الطريقة الخاطئة بالوضع أو عدم الحفاظ على العدسات والحفاظ على صحة العين؟ خلينا نوضح على أهمية هي. تمام. هلا العدسات اللاصقه انا مو ضدها يعني، بس انا ما بشجع كثير انه يلبسوها بشكل دائم. واذا يعني الصبيه انه حابه انه يكون في عدسه لاصقه، ما بتحب النظاره او لاسباب تجميليه، بنفضل العدسات اللاصقه اليوميه، هي فيها اكثر شيء مريحه حتكون للعين، وانت مثل ما شلتيها خلص خلصتي منها، يعني ما عاد في مجال تجيب لك انتان للعين انه تحطيها بمعقم. هي المعقمات مواد كيماويه، ممكن انه اخر شيء وقت ما عم ترجعيها للعين قد ما غسلتيها ممكن ترجع هي المواد تعمل لك حساسيه بعينك مره ثانيه، والاستخدام المتكرر لها هذا بيخلي العين حساسه اكثر من الموضوع. فالعدسات اللاصقه اذا بتحب حدا يستخدمها، يعني الاستخدام لازم تكون عدسات لاصقه يوميه طريه لانه مريحه اكثر للعين، ما يكون في عندنا التهاب بالعين، يعني والله العين اليوم انا فايقه عيني حمراء معكره وبحمل هالعدسه وبحطها بعيني، كمان ما بيمشي الحال، انت حتفاقمي الموضوع، يعني مو انه حيمشي الحال، كل ما يعني طنشنا اكثر عن الموضوع حيتفاقم اكثر، فيستخدم العدسات اللاصقه بكثير عنايه. شغله كمان كثير مهمه انه وقت ما مثلا بتطلع العدسه اللاصقه او بيجي بيشي بيغسلوها بمي العاديه او مية هاي اخطر شيء ممكن يعملوه بحياتهم ويرجعوا لعين، جبتي كل الميكروبات حطيتيها بشكل مركز بالعدسه ورجعتيها لعينك، فكتير خطيره. او استخدام المحاليل اللي بتكون مثلا انه ها حتخلص مدتها، يلا ما محرزه هلا كلها نقطه، هدول فيهم التهاب، نفس الالتهاب اللي بتسببه المسابح على فكره، التهاب قرنيه خطير مدمر للعين الحقيقة. يعني أنت بس تشوفي مريض صايبته هذا الالتهاب وتشوفي شو نتائجه بتكرهي كتير تستخدمي عدسة لاصقة، وإذا بدك تستخدميها بتستخدميها بطريقة يعني ساعات قليلة، ما تعرض كتير للشمس للحرارة، مثل ما أنها تكون يومية، العناية كتير بنظافتها، بطريقة تخزينها ما تنشف العدسة نرجع نحطها، المي اللي عم نستخدمها مي الصنبور أكيد مو مي العادية، هي شغلات مهمة وضرورية مشان نحافظ على عيوننا، لأنه الالتهاب اللي بتعمله بالقرنية للأسف التهاب مدمر للعين للأسف. دكتورة، في عادة قديمة كتير بيستخدموها كانوا القدماء، انه الطفل اول ما بيخلق وهو صغير بيحطوا له كحل عربي بعينه، قال انه هالشيء ممكن يفيده لصحة العين وبيعطي جمالية اكثر من الناحية الجمالية، شو صحة هالحكي؟ هلا هذا كمان معلومة خاطئة وضارة جدا جدا جدا، وخاصة انه الكحل بيدخل بتركيبه مادة الرصاص، فانت عم تحطي رصاص معدن ثقيل سام بتركيز عالي وعم تحطه بقلب العين. فهلا استخدام مره ممكن ما يكون هالشغلات يعني كثير مؤثره، بس نحن بنستخدم الكحل بشكل اساسي ويومي وبحياتنا، ما في ست ما بتطلع الا حاطه قلم كحل بعينها، يعني ماني ضد هالقصه، بس الفكره انه المفروض تتنظف هاي المواد.
وشغله ثانيه انه يحاول يلاقي كحل خالي من الرصاص، انه بس تنقي قلم الكحل تبعه يكون انه ما في رصاص، لانه ماده الرصاص كثير خطيره بالنسبه لل، تعمل تسمم بالجسم، تعمل فقر دم مزمن، ممكن تعمل تشنجات، احيانا تخليط بالذاكره، ما بيعود بيركز الواحد، امساك، انه ما بيعرف ليش هو عنده هالتسمم المزمن. كمان شغله ثانيه انه هذا اللي عم يحطوه الكحله بقلب عين الولد ممكن يجيب انتانات، يعني تعمل له التهابات. يعني بتذكر انا طفل مره اجانا على الاسعاف، امه مكحلته، قال امه صغيره، يمكن هو عمره كان يمكن اسبوع، وامه عمره شيء 16-17 سنه، مشان نشوف الوعي كيف، وقالوا له الكحل العربي كثير ممتاز، وهي متشاطره ومكحله الولد. عملت له انسقاب مقلب بالعينتين، يعني العينتين ساقبتهم بقلم الكحلة اللي هي مستخدمته العربي، والولد يعني عمره أيام وفقد النظر بالعينتين. يعني الإهمال وعدم المعرفة، وأنه خلص عادة أنه هي حتعمل له عينه، فقد يعني النظر مؤقتاً، فقد النظر، سقبت العين، التهبت العين بالجهتين، يعني هي متشاطرة حاطة بالتنتين يعني. فهي احد الذكريات السيئه تبعتي، انه بس اذا حدا شوف حدا عم يكحل ولد طفل صغير، لك حرام عليكم، يعني ما بتعرف انتم شو عم تعملوا. فمنحاول نحاربها، بنقول لهم انه الكحل ما له هالفوائد اللي عم تحكوا عنها، ما حيوقم الالتهابات، لا حيطول رموش ولا حيعمل العين، هي هو شغله تجميليه. فاذا بدكم تعملوا اعرفوا كيف بدكم تستخدموا. تمام. بما انه عم نوضح الاخطاء الشائعه اللي عم نسمع عنها كثير اليوم، كمان بنسمع انه في نسبه كثيره من الصبايا بتلجا لقطرات العين لطبيب العين، نحكي عنها سلبيات او ايجابيات؟ ما بعرف، خبرينا اكثر. طيب شوفي، هلا القطرات اللي بتبيض العين هي وشو مبدأها؟ إذا بنعرف مبدأها بنعرف شلون بتشتغل، شو هي أو شو أخطارها أو شو مضاعفاتها. هي قطرات فيها مقبض أوعية. شو يعني مقبض أوعية؟ هي العروق الحمراء اللي بتكون بالبياض، هي عروق مغذية للعين. وقت الحساسية ونتيجة الجفاف والهي عم تكبر وتصير حمراء، فبتلاقي العين مو صافية. فشو العالم بتحب انه تلاقي عينها صافيه. شو بتجي بتحط من هاي القطره؟ هاي القطره كويسه، اول ما بتحطيها الوعاء اللي كان عرضه مثلا هالقد تقبض، صار اصغر، فصارت العين بياضه حلو مره. اوكي مستخدمه، اوكي ما في مشكله، بس تكرارها الدائم بيخلي هاي الاوعيه ما تعود تستجيب. يعني بتصير بتقطريها، بدل ما تتقبض بتتقبض شوي تفرش بشكل اكبر، فهي على الاستخدام المطول حتعمل احمرار مزمن بالعين. فهي المشكله، بقول لهم انا ماني ضد استخدامها، بس اعرفوا كيف تستخدموها مره عندك مناسبه قبل ما تطلع، بس مو بشكل يومي بشكل دائم، مشان ما تبلش تاثيراتها الجانبيه. انا هي اول مره بسمع عنها، مع انه يمكن لازمتني بما انه عيوني هلا احمرين شوي من الجو. طيب دكتوره، خلينا كمان نعرف اكثر شو هي العادات الخاطئه يلي ممكن الاشخاص يرتكبوها بحق عيونهم، ممكن حتى توصل فيهم لاخطاء فادحة أو ضرر فادح، مثل ما تفضلتي حضرتك إنه شوي إنه صار في عمى من وراء ألم كحلة. ألم كحلة، هلأ في كتير أخطاء اللي كنا عم نحكيهم كلهم، هاد هلأ ممكن المسابح، لا بدي أحكي إنه حكيتوا كتير عن الصيف والمسابح والجو السخن والحرارة العالية، وهلأ كله عم يروح على المسابح. هلأ المسابح شقين، إذا مكلورة كتير حيتحسس من الكلور الموجود، يعني هنا معقمينها كتير زيادة، فهترجع عيونه حمراء وملتهبة ومتحسسة وما نو قدران يفتحها. بالمقابل إذا ما كانت معقمة وكانت ملوثة، حيجيب لنا التهاب، نفسه هذا الالتهاب اللي ممكن يصيب تبع العين بالعدسات اللاصقة بأوليات أكانتاميبيا اسمها، مدمر للنظر، بينتهي آخر شيء إنه بيزرع المريض قرنية وبتفشل وبتصير قصص كتير كبيرة. فالمسابح لازم يكون عارفان الواحد لوين رايح بهذا الجو، اللي يعني اللي هذا معتمدين مسبح يكون نظام وتعقيم ونظامي، ننتبه ما نسبح بعدسة لاصقة، هاي من أحد الأخطاء الشائعة الكتير كبيرة وممكن تعملنا تأذي العين. نطلع بهذا الجو بهالشمس بدون نظارة شمسية، ما تتطلعي فيني انا كلهم هدول ما بعملهم. كثير سيء بالنسبه للعين، بتكوني انت عم تنشفيها بزياده لانه الاشعه فوق البنفسجيه كثير قويه ومتعرض مباشر لها. حتى في ناس بيقولوا لك مثلا بياض عيني مو صافي، واحيانا بيستخدموا هاي القطرات اللي حكينا عنها، وهي ما بتكون قصه اوعيه، هي بتكون قصه تصبغات، مثل التصبغات الموجوده نمشات بالعين. هاي النمشات من كثر ما بتطلع من دون نظاره شمسيه والاشعه بتصير بتغمق، بتلاقي عينهم لونها على مو صافي، مو ابيض،
على بني هيك بني فاتح شوي، انه بيقول لك انه عم باخذ نهار ترى وما عم استفيد. ما حتستفيد، هي شغلتها بدك تحط نظاره شمسيه وتطلع لتحمي عيونك، تحمي الملتحمه من التصبغ الزياده، تحمي القرنيه من التجفاف، من التبخر الشديد. اللي عاملين عمليات ليزك تصحيح اسواق انكسار سطحيه، هدول اللي بيحملوا حالهم بيطلعوا من دون نظاره شمسيه بيكونوا عم يعملوا خدمه كثير كبيره لعينهم، عم يكثفوا القرنيه يعني تكثفات فيها وبيغبشوا نظرهم بالمستقبل ويصير فيها تليفات. فانه المفروض انه النظاره الشمسيه بهالجو تكون كثير شغله اساسيه. العنايه اليوميه كمان انه مثلا نام بالمكياج، بالعدسات لاصقه، بالرموش، بهدول القصص كلهم، هدول اخطاء كثير كبيره لانه كلها حتعمل انسداد بغدد الجفن اللي هي مسؤوله كثير مهمه بافراز الدم، وحتعملنا التهاب بحافه الجفن وحتعمل جفاف عين، يعني بتصير العين بتحرق انت قاعد مانك قدران، بدك تغمض عينك اجباري لانه عينك ناشفه نتيجه هاي الممارسات الخاطئه. تمام. وقد ايه مهم اليوم نحن نعلم اطفالنا يمكن ما يستعيروا اي اغراض شخصيه لرفقاتهم، او في حال وقع اي شيء منهم ما يحكوا عينهم، يعني ممكن هي الشغلات تسبب لهم جراثيم والتهابات للعين، حتى يمكن كمان ضمن البيت الواحد في حال يعني كان حدا من العائله عنده مشاكل التهاب بالعين، خلص يكون عنده منشفته الخاصه، ادواته الخاصه. خلينا نركز على هذا الموضوع. تمام. هلا اي التهاب بالعين، هلا العين بالنظر ما بتعدي، يعني واحد عنده التهاب اذا طلع بالثاني اكيد ما حتعدي، بس العين بتنعدي بالتماس المباشر مثل ما تفضلتي، المناشف، البشكي، البشكير، المروش، المخده، اي شيء ممكن نلمس فيه، اذا في عنا التهاب ممكن نصير في عدوى مباشره للشخص الثاني عن طريق الملامسه. فالافضل انه كل واحد منشفته لحاله وش المخده اللي بينام عليها لحاله، وبالاخص اذا كان في عنا التهاب. غسيل الايدي طبعا شيء كثير اساسي وضروري، ومنبه عليه بس يكون عنا مريض عنده التهاب اول ما بيجي لعندي بعد لهم ياهم هيك، يعني انه اللي حكيناهم كلهم بقول له يعني ما تفكر ما في حدا ما بينعدى، يعني انه اذا ملتهب عين ابنك انه ما حتنعدي الصغير، ما بيعدي مثله مثل الكبير، الالتهاب التهاب لا بيعرف لا كبير ولا صغير. فهدول العوامل كثير بدهم اهميه ووقايه واهتمام. اكيد. بالختام بدنا نشكر حضرتك دكتوره، وشكرا لكل النصائح اللي قدمتيها، وان شاء الله هيك عن جد يعني موضوع ما بينمزح فيه ابدا يا جماعه، موضوع العين هي الوحيده الكاميرا يلي بنشوف فيها هي الحياه وكل الاشخاص يلي حوالينا. شكرا لك دكتوره. شكرا لك دكتوره بوسينه، اكيد وبصحه وسلامه للجميع. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيكم.